تعزف الفرقة الموسيقية لوداع أم وابنتها قضتا في زلزال هايتي ودفنتا في هذا المكان. هما أحبتا الموسيقى، لذلك أحضرت لهما العائلة فرقة النحاسيات. بعد 10 أيام على الزلزال يستمر سكان هايتي في دفن موتاهم. تتجه الجنازة نحو القبو الذي قضت فيه الأم وابنتها. يبدأ المودعون بالصلاة فيما بقي جثث كثيرة تحت الركام والأنقاض، وفي الجنازة غناء أيضا. هنا وجدت جثتا الأم وابنتها، وهنا سوف ترقدان إلى الأبد. الجسد لا شيء، الروح هي الشيء الأهم، والروح قد أنقذت. نحن لا نحتفل لأننا نؤمن بالموت، نقوم بذلك لأننا نعتقد أن الروح ما زالت تحوم حول المنزل وفي الجوار. وبالتزامن مع هذه المأساة معجزة، حيث وجد طفل يبلغ 3 أشهر من العمر حيا. كنت هناك وسمعت الطفل يبكي، فذهبت لأطلب المساعدة. قلت لهم الطفل حي، تعالوا معي لنحضره. إنه حال هايتي، جنازات كثيرة وأمل ضئيل بناجين آخرين.